السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. استخارة بالقرآن الكريم لمواليد برد الصور، صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كل. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك فضلا وليس امرا، وكنت لم تشتركوا في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة وفعل زر الجرس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف برضه صور التوبة، اللهم صل على سيدنا محمد. كان اختيار ده لبرد الحمل سورة التوبة، وبرضه سورة التوبة لبرد الصور. إن شاء الله ربنا يتوب عليكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، فضلا وليس أمرا. إذا في التعليقات صلوا على الحبيب المصطفى. بسم الله الكشف، نشوفه السبحار والملح الروحاني بيبين لنا إيه ولا بيقول لكم إيه. صلوا على الحبيب المصطفى. بسم الله الكشف، شاف هنا محتاجك انا تبعد عن السلبيات اللي موجوده، محتاجكم يعني تبعدوا عن السلبيات اللي موجوده في حياتكم. انا شايف هنا او يعني هنا في حالات مقصر عليك بشكل، او انت مقصر في حالاتي بشكل يومي، انت مفتقد الفرحه وافتقدت الفرحه دي. شايف هنا مسببه ليك المتاعب النفسيه، عندك الفرحه والسعادة الأيام القادمة، وأنت بذكاء هتقدر تبعد عن أي نقاشات توقعك في أي مشاكل أنت بغني عنه. الحظ هينفتح معاك قريبا، وكأن شايفك هتقدر تخرج من التقيد والتكتيف اللي أنت فيه أو اللي أنت موجود فيه. في إنسانة هنا، في إنسانة مقربة منك بتتكلم في ظهرك بالباطل، واحذر. شايفك هنا عايزك تحذر، احذر من الاستغلال العاطفي لانك هتتعرض له، في مشكلة. شايف هنا في مشكلة مع حد من يعني من احد المقربين، وما بينك وما بين نفسك، شايفك ما بينك وما بين نفسك يعني بتحس بالظلم، ولكن من كرم ربنا عليك بينصر، شايف النصر ليك، بينصرك وينصرك عليهم وعليهم بإذن الله تعالى. شخص هنا، الشخص ده يعني شافه هيحاول يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك، بس انت هترفضه، عندك يعني هترفضه، تردعه ليك مرة ثانية، او هتدخله لقلبك، او هتردعه كما كان. شاف الفترة دي، عندك شوية تعب، عندك شوية خمول، عندك شوية ضيق. شايف هنا هتبدأ هتخرج من الطاقة السلبية، هتبدأ شايف هنا تتعرف، يعني شايفك هنا تتعرف على شخص العادات والتقاليد متغيرة. شايف هنا يعني شخص هيكون كويس، الشخص ده هيدعمك. شايف هنا خلي بالك، بس خلي بالك، احذر من النميمة والفتنة اللي ممكن تكون دايرة حواليك. في مشكلة مع شخصين، دول هتكون انت طرف فيهم، بيدعوك يعني للإيجابيات. أفكارك، السلبية اللي هنا ملهاش أي وجود في الحقيقة. في هدية غالية أو هدية قيمة ابتدي لك، يعني تعتقد يعني هدية قيمة، وشايفك هنا بتقعد مع شخص له مكانة كويسة، يعني بتقدر مكانته الاجتماعية. في خصام بينك وما بين شخص مقرب بينحل على خير، وفي إنسانة هنا مش كويسة، خلي بالك منها. الست دي، مش كويسة، خلي بالك منها. أنا شايف برضو عندك النداح، النجاح. شايف النجاح الفترة دي ذايلك، عندك يعني طاقة النجاح موجودة، طاقة النجاح كويسة. عندك هنا محتاج برضو انت يعني محتاج تعطي نفسك وقت، للراحة والاسترخاء، يعني والاسترخاء عقلك الفترة دي، يعني شايف زايد في التفكير، يعني شايف امور وحواديت ما كنتش متوقع تسمعها، هتسمعها الفترة اللي داية بقدر، يعني شايف هتسمعها.
بس ربنا هينصرك، ربنا هينصرك. في كتير هنا يعني شايف هنا في كتير حدات، يعني شايف يعني حدات وامور حواليك انت يعني فقدت فيه الامل، يعني نسيها، فقدت فيها الامل، بس الامل عند ربنا موجود جواك. في صراع داخلي ما بين يعني شايف هنا ما بين ممكن هتنسحب، شايف عندك هتنسحب من اشخاص، الاشخاص دول الاشخاص بيوقعوك في فتنه، وباين انك برضو مستني الوقت عشان تعرف تاخذ حقك. الوضع المالي عندك هنا اللي جاي رايح قد ما يعني بيتبخر زي ما بيقولوا او بتجري، شايف برضو شايفك هنا بتجري على لقمه عيشك. قد ما انا شايف يعني هنا ان عندك مسؤوليات يعني كثيرة وزادت عليك، شايف عندك بتنجح الحاجة، شايف عندك هنا بتطلب من الله حاجة، لكن شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد في فقد يكون هنا في مقابلة عاطفية، شايف في مقابلة عاطفية، يعني شايفنا هتسمع كلام، شايفنا في كلام هتسمعه، بس الكلام ده خلي بالك في كلام هيزعلك، بيزعلك لدرجة كبيرة، شايفنا وفي يعني عتبة لبيت هتقابل النميمة والفتنة، اثنين اوقاتنا يعني شايفنا بيحصل ما بينك وما بين شخصين مشكلة، بس ربنا بيقف معاك. في شخصنا من طبعه الكذب وكلامه يعني معاك لا يقدم ولا يؤخر، انت هنا تعبان كثير وقلبك واجعك، ولكن الفترة اللي جاية السعادة مستنياك. في مناسبة حلوة بتحضرها، وعندك هنا شخص يعني بيستشفى من تعب صحي، يعني شايف هنا محتاج يكون يعني عندك الصبر على كثير الأمور، وشايف هنا كثير يعني أحداث بتحصل معاك حتى تتجاوز المرحلة دي بدون قلق أو إرهاق. شايف هنا الحبيب، يعني شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد، الحبيب هيكون معاك في وضع توتر، يعني هنا وضع توتر ومتطلباته هتكون كثيرة الفترة دي. شايف هنا إنسانة رقبتها طويلة، هتدخل يعني بينك وبين شخص في الكلام، وهتصير الجدل يعني بينكم، هتصير الجدل ما بينكم. شايف هنا متوزع، يعني شايف هنا متوزع عليك شخص انه يعني بيتدسس، شايفه بيتدسس عليكم، بيقرن بيتدسس عليك في كل امورك، عندك تعب صداع والمعدة الفترة دي، عندك فرصة شغل، يعني شايف فرصة شغل بتدي لك، شايف هنا بتفرع بيها في سفر، يعني بتفرع لك بسفر داخل البلاد، داخل البلاد عندك حكم في المحكمة، ربنا هينصفك فيه، ربنا هينصفك فيه. شايف انها تقعد مع شخص مهم، ويبعد عن سلف الفلوس او تسلف فلوس، الخير دايلك، الخير دايلك، ولو فين ما تروح الخير دايلك، مهما تروح الخير دايلك باذن الله تعالى، الخير دايلة. صل على الحبيب المصطفى، بسم الله الكاش. في بشرة فرحة، في بشرة فرحة كبيرة بإذن الله. عندك هنا تحقق أمنية، يعني الأمنية دي عندك تحقق أمنية غالية على قلبك، عندك غالية الأمنية دي، في تغير عتبة، والورق اللي بخل اللي شغلك راح يخلص، ورق يعني ده من جهة حكومية هيخلص، الورق دي شغل بالك، قالك او شغل بالك، فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك احبابنا في الله. الزعل اللي جواك، في زعل يعني هنا او حزن، في زعل عندك او حزن جواك، بلاش كثرة الزعل والحزن، لان محدش هينفعك. في ناس هنا خايفة برضه، انت خايفين من بكرة، مالكم قاعدين عمالين تفكروا في اللي جاي، بلاش تفكير يسيبه على الله. المشروع اللي انت فيه او الطريق اللي انت ماشي فيه او المشروع اللي قلقان انه يفشل او مش يندح او النداح، راح تندح باذن الله تعالى، واكتمل في المشروع اللي انت فيه، هتوصل هتوصل، لان نجمك هيلمع، بيلمع في يعني مجال عملك،
عندك حد يعرض عليك في عرض مغري، اقبله، اقبل هذا العرض. شايف عندك هنا في حد حبيته او حبيب او حد حبيته يعني وفرحت بوجوده، طلع مش كويس او طلع خاين او طلع مش كويس، وانت مش قادر يعني تبعد، او يعني عندك ضغط نفسي كبير بسبب كسرة التفكير وكسرة الطاقة السلبية اللي عندك. يعني شايف عندك ضغط عليك كبير قوي. شايف في امور هنا هتحدث في حياتك حلوة كويسة، يعني راح تخلص من السحر دي اللي عندك، وخروج ان شاء الله الشر من بيتك، خروج كل الشر مع يعني العين ومع الحسد ومع السحر، راح يخرج كل هذا من منزلك بعد نقلة المكان. في مبلغ مالي يعني عندك وفكر بشديد بإذن الله تعالى، انت منتظره. عندك عتبة جديدة فيها الراحة، فيها السعادة ليك. برضو في حد هنا حبيب او حد مشتاق ليك، بس يعني شافه هنا محتار وغيران، برضو مشتاق ليك. انت على موعد مع ضحكة من قلبك، فهناك اشخاص برضو يعني يحبوك، احذر ان تخسرهم. في حدث مفاجئ يعني حدث مفرح ومساعدة مالية عندك ديالك. في مكالمة من شخص، يعني مكالمة دي من شخص قاطع التواصل يعني او التواصل بينك وبينه. ديالك سفر، عندك سفر او وظيفة جديدة وشراء البيت او يعني تغير المحل الاقامة والشفاء لاحد الحد يعني قريب عز على قلبك عنده الشفاء. بلا عندك بس التعب والتفكير مشتت، عندك تشتيت وتفكير عمال تفكر 24 ساعة على المشاكل العاطفية والعدم الاستقرار والمبالغ اللي محتاجها. يعني بس هدي نفسك، انت بحاجة للهدوء والاسترخاء. عندك سعادة قريبة بسبب مكالمة، بسبب مكالمة راح تديلك هتفرحك المكالمة دي. المكالمة لان في شافنا في ارض بيتك يعني خطوبة او ارتباط ان شاء الله قريب، خطوبة او ارتباط في ارض بيتك، هي علاقة حب هتتحول لارتباط او خطوبة باذن الله تعالى، هتكون فرحان وسعيد. في عندك بشرة بمولود، ممكن تقول حمل ان شاء الله، حمل قريب باذن الله تعالى ان شاء الله. شايفك قلقان على حد، قلقان على مراتك او ابنك او اختك، ان شاء الله في خير، ان شاء الله في طاقه جياله، طاقه كويسه، في طاقه دياله اللي قلقان عليه، طاقه كويسه دياله فيها الشفاء او الراحه باذن الله تعالى، او النجاح ان شاء الله، او النجاح باذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. الطريق اللي انت ماشي فيها اكمل فيها، هي ماشي فيها ضعضوع او مطب او حد، لكن هتعديه وهتنتصر وهتوصل لهدفك، هتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. فما تخافش وتقلق، أكمل طريقك بإذن الله تعالى، أكمل طريقك. بس ابعد، يعني انت هنا ابعد عن الفتنة، وابعد عن فئة معينة من الأشخاص اللي حواليك دي، ابعد عنهم لأنهم أشخاص متعددة الوشوش. يعني شافك انت مش مرتاح ولا قلبك مرتاح، بس ان عندك هنا هتسامح شخص، في شخص تسامحه رغم عيوبه الكثيرة معاك، وفي عندك الفترة دي شخص يعني هيقلب وشه عليك، بس هتبقى مسامح او هكذا. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فليشرفني اشتراككم في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وان كنتوا بتعانوا من السحر او من مس او من تعطيل او من تابعة داخل القناة، جميع العلاجات، واللي حابب يتواصل معانا الرقم امامكم يتواصل معانا، وان شاء الله هنكون في حسن ظنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.